اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمة. ازيك كابتن عادل؟ مشرف منور. ربنا يخليك يا كابتن، سعداء بوجود حضرتك معانا. وانا كمان سعيد والله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام، منور ومشرف يا كابتن ماهر. اسلام، وحشتنا سعداء بوجودك معانا، بقى لنا فتره ما تقابلناش مع حضراتكم. شرف لينا ان حضرتك تكونوا معانا. كابتن عادل ابدا مع حضرتك، وخلينا اتكلم مع حضرتك الاول في مباراه بكره. سموحه فريق جيد جدا، واحد من اهم واقوى الفرق اللي موجوده في الدوري بقاله فترات طويله الحقيقه. من وجهه نظرك كيف ترى هذه المباراه الصعبه في ظل غيابات؟ بعض الغيابات الحمد لله رجع لنا سته، لكن لسه القائمه ما بنتش لغايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا التلاحم المباريات مع الفترة الأخرانية في حضرتك آخر مرة، أنا آسف، آخر ما كنت معانا أنا قلت هذا الكلام، قلت إن الفترة القادمة هنجد إصابات كثيرة في ظل تلاحم المباريات ولعبة المنتخب. حتى اتكلمت تحديدا على عمرو السولية. في ناس لعبت 90 مباراة في السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت والسنة دي حاجة و40، ولسه الدوري 46. فأنت مفيش لعيب يتحمل الجودة. بس إحنا مش عايزين نخش في الموال ده تاني، إحنا عايزين نقول للعيبة انسى حبيبي بقى الاجهاد، وانسى اي حاجه، في روح قتاليه. انت لما بتبقى تعبان قوي وبعدين بتجيب جول بتعمل ايه؟ بتعمل سبرنت. بتعمل سبرنت. طب الطاقه دي كانت فين؟ يعني انت مخزنها اهو. لا، طلع كل طاقتك، لكن انت عندك 3 بطولات مهمين جدا، دوري عام و2 كاس. مظبوط. فانت لابد انك انت في الفتره دي، وبعدين احيانا ربنا يبعت لك اصابات في توقيت معين علشان العناصر اللي ما كانتش بتلعب تلعب. تلعب صح. فيلعب حسام ويلعب كريم ويلعب كوكا ويلعب زياد ويلعب حسام حسن وبعدين الاصابات دي تروح في وقت انت محتاجه فيه يرجع لك 6. فخدوا فتره الراحه ديت اللي انت المفروض ان انت ما كنتش تقدر تديها لهم لولا الاصابه. نعم. بيرجعوا لك بعد استشفاء وبعد قضاء فترة جيدة من التأهيل، ثم ان انت في المرحلة دي بتبقى طبعا عندك تشوق للكورة. احنا شفنا الماتش اللي فات حمدي فتحي وايمن اشرف قاعدين في المدرج، طبعا يعني عايز يلعب. وكذلك كل اللعيبة والاحتياطي بدر وكل الناس، بدر بنون وكل الناس عايزة تلعب. علي معلول كان ممكن يلعب الماتش اللي فات. فكل الاصابات دي كان ممكن جدا تبقى حاجه سلبيه بالنسبه للفريق، انا بشوف انها بقت حاجه ايجابيه من وجهه نظر اللي فيها ولله الحمد تفاؤل كبير جدا ان انا باذن الله تعالى الفتره اللي جايه من ماتش بكره هيبقى هناك العناصر اللي هي ممكن المدير الفني الجديد مع كابتن سامي قمصان هيحصل ايه؟ تحصل بقى عمليه التدوير بشكل جيد، لانك انت الناس اللي كانتش بتلعب ابتدت تديلها وابتدت تاخد ثقه. حسام حسن النهارده بعد ماتش اللي فات بقى في حته تانية. مظبوط. حتى هو قال كريم بعد كتر الماتشات بقى في حته تانية. كوكا بعد اداؤه في اكتر من مركز برضه بقى في وضع افضل. نعم. بقى في منافسه مع علي معلول على الرغم الفارق الكبير ما بين علي كخبره ودولي والى اخره، مع ناشئ او يعني لاعب في الفريق الاول واخد الخطوه بخطوه، وكل خطوة بياخدها عن طريق ثقة وعن طريق اللعيبة اللي حواليه كمان بيدوله. نعم. المساحة اللي هو وهو بيأدي ما بيبقاش خايف. فطبعا التدوير اعتقد هيبقى جيد جدا. بكرة ماتش مهم جدا، وكل الماتشات اللي جاية اعتقد هيبقى فيها العنصر اللي فيه التدوير، وان شاء الله التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله يوصلنا ان احنا ما نفرطش بونت بإذن الله تعالى. كابتن ماهر برضو خليني اسال حضرتك عن محمد الشناوي الحقيقه، لانه انا الفتره اللي فاتت يمكن من حقنا ان احنا ننتقد اداء اي لاعب، حق جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد اداء اي لاعب كمان، ولكن الحقيقه انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده في بدايه كلامي، انه الفتره اللي فاتت لقيت بعض الاكونتس الفيك اكونتس تخش تتكلم عن محمد الشناوي تحديدا عشان توجه جمهور بشكل او جمهور النادي الاهلي بشكل او باخر، ولكن كان بيرد عليهم دايما جمهور النادي الاهلي ان ده النجم الكبير وبيعمل وبيخلي وبيساوي، لكن في النهايه هناك زي تحس كده ان في اتجاه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هم رايحين لهذا الاتجاه ان هم يوقعوا محمد الشناوي. وجهه نظري، معرفش صح ولا غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا اسلام طبعا انك انت النادي الاهلي البطل، الناس عايزه تنول منه باي طريقه، من ناحيه السوشيال ميديا، من ناحيه التوجه، من ناحيه الضغط عليه. واحنا شفنا يمكن يعني في الماضي كده والبطوله الافريقيه اللي ضاعت مننا، نشوف الكم من الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي. ايوه. ففي توجه اكيد طبعا على البطل، هو البطل تملي اسلام بيبقى محطوط تحت المنظار، البطل تملي بيبقى يعني بلغه الكره مكروه. واخد بالك، هو اللي بيكسب، هو اللي بيحقق. النادي الاهلي 115 سنه بيحقق فيها انجازات، بيحقق فيها بطولات. فاكيد طبعا بيبقى التوجه بيبقى من خلال انك انت عايز تحبط الفرقه، عايز تحبط حتى النجوم. يعني واحد زي الشناوي بيعتبر نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بقى له 3 سنين بصراحه يعني بيحافظ على شباك النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكل كبير. بيحصل اخطاء، مش ممكن اسلام 3 سنين هفضل العب 3 سنين من غير اخطاء. بالظبط، بدون اخطاء. فان حد النهارده الاخطاء اللي يمكن حصلت مش الشناوي، اخطاء يمكن بسيطه والحمد لله يمكن كانت في الدقائق الاخيره. لكن طبعا عايز اقول لك ان دور سامي قمصان في الفتره اللي فاتت ديت، ان عوده الروح مره ثانيه لعيبه النادي الاهلي من ايجابيات الفتره اللي فاتت بعد رحيل المستر موسيماني. سامي قمصان ابن النادي الاهلي، ايوه، اللي بيوضب البيت بقى اسلام، ودي مهمه شاقه جدا جدا لسامي والسيد. ازاي بسرعه انك انت تبدا توضب البيت في اللي فات يعني. طبعا عشان الراجل اللي جاي. فالحمد لله 400 سامي قدر يرجع لنا حاجات جميله جدا كنا فاقدينها في خلال الفتره اللي فاتت، حته روح الفنانه الحمراء، روح اللعيبه. النهارده اللعيبه بتلعب باصرار بشكل كبير جدا. التوازن والشكل الاستراتيجي اللي بيلعب بيه سامي، ومنها تقارب الخطوط اللي كان ناقصنا بقى لنا فتره. التامين الدفاعي اللي كان برضك ناقصنا بقى لنا فتره، النهارده بقى في شكل الاستحواذ، الانتشار، الضغط. ودي حاجات كلها بصراحه بترجع لسامي اللي نضج بشكل كبير. ودي سمه ولاد النادي يا اسلام. لما بيتولوا المهمه، كابتن عادل تولى المهمه قبل كده، كابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، حسام البدري، محمد يوسف. فمن الامانه بصراحه الناس بتشتغل بجديه، بتشتغل بتركيز وحبا في ناديها. اقل حاجه تقدم له هذا المردود. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني ربنا يبعدنا عن الاصابات، لان عوده اللعيبه السته هيفرقوا معانا بشكل كبير. هتدي مساحه كمان لسامي ان هو يقدر يبقى عنده استراتيجيه في الاداء، عنده لعيبه يقدر يعتمد عليها بشكل كبير. كمان في نقطه مهمه جدا اسلام، حته اشراك الناشئ. بحيي سامي قمصان ان هو زي ما كابتن عادل قال قدر يشرك لنا الناشئ في وقت وتوقيت صعب مهم جدا. وصعب. وصعب جدا. في ثبات في التشكيل، اداء اللعيبه، الخبره اللي موجوده بتساعد الاولاد الصغيرين. النهارده بقى في منافسه لاولادنا، ذكرنا مصطفى شوبير قبل كده في المباراه الكاس، كوكا طبعا، وزياد طارق. زياد. فدول ان شاء الله باذن الله من اللعيبه الواعده اللي مستنيين منهم كتير ان شاء الله. شفت الماتش ده ازاي يا كابتن اللي احنا بنتفرج عليه بيراميدز؟ ما اعرفش، في ناس بتقول الاهلي لاعب وحش. لا، بطريقه دفاعيه مش وحش. دفاعيه وهجوميه. اصلا انت بتلاعب بيراميدز، كل منتخب مصر ومنتخب يعني فرقه تقيله، وبعدين جايلك مرتاحه. يعني انت بتلعب كل يومين ماتش، وبيراميدز يعني مش بنفس كثافه الماتشات اللي مزبوط. انت بتلعبها مظبوط. انت النواقص اللي عندك، عندك فرقه كامله ناقصه، فرقه كامله، ومع ذلك انت ايه الفرص اللي ضاعت منهم؟ مفيش فرص تقريبا، حتى البنالتي اللي جه في شك. يعني عبد الله السعيد رمى نفسه، ان هو مسك من الاول، رمضان مسك الشناوي. وطبعا عبد الله ما لمسوش، رامي ما لمسوش والله. لا برجليه ولا بايديه. فانما انت طبعا يعني ربنا اكرمك انك انت جبت جول في البدايه، وبعدين الماتش رايح جاي ما بين الفرقتين، انت مأمن بثلاثة في نص الملعب. وبعدين الشوط الثاني ابتديت تلعب بطريقه مختلفه، وده برضو بيتحسب لسامي قمصان ولسيد عبد الحفيظ. الحقيقه قادرين ان هم يسيطروا على الاداء وعلى الروح القتاليه وعلى الجوانب الفنيه في الفرقه.
فانا بشوف انه يعني كان ممكن جدا الشوط الثاني ايوه لو محمد مجدي قفشه يعني كان عنده يعني نوع من ال عايز اقول ايه جديه شويه في الاداء كان ممكن جدا اكتر من تمريره كان ممكن جدا يبقى السكور اكتر من كده. يعني التمريره اللي عملها لحسام جه منها الجول, قبلها برضو في كورتين كان ممكن يتلعبوا كان ممكن جدا السكور يبقى اكتر من كده. ايوه طبعا الحكم طبعا كان غير موفق على الاطلاق, الى جانب الفار ما كانش شغال, حكام جاي من رومانيا والفار من المجر والمجر ما فيهاش فار صحيح. فانا ما اعرفش اتحاد الكوره يعني ايه المفروض يتعمل في النادي الاهلي اكتر من كده. يعني انت بتدفع فلوس وبالدولار عشان تجيب لي حكم, وبعدين الدوري واقف في الخمس البطولات او الدول اللي هي المفروض ان انت تجيب منها حكام كبار. دول في فتره يعني. دول في فتره راحه. لا وكاس عالم, عندهم كاس عالم كمان, وعندهم كاس عالم, وبعدين انت راجل هيجي 24 ساعه بياخد 5-6 آلاف دولار هيرفض؟ يعني هيرفض ازاي يعني؟ وبعدين هو بيروح في الدوري السعودي, بيروح في الامارات, وبيروح في قطر. فبرضه من ضمن الحرب, بس زي ما بقول لك كابتن مير, اصل في حرب بتبقى حرب شريفه في الملعب وفي حرب غير شريفه. الحرب الغير شريفه اللي هي بتتعمل مع النادي الاهلي دلوقتي, يعني يحاول يوقع موسيماني ويضرب في النادي الاهلي من خلال المدير الفني عشان المدير الفني يبقى واقع تحت ضغط, وبعدين يجي على الشناوي, وبعدين يجي على لعيب تاني برضه من اللعيبه المؤثره. انت اشمعنى الشناوي؟ طب ما كل الاجوال بتغلط في العالم كله, وحتى الاجوال اللي موجوده في الانديه في الدوري بتاعنا بتغلط غلطات وغلطات كبيره جدا, ومع ذلك ما حدش بيجيب سيرتهم. فهي هو مسلسل من ايام بقالنا سنه ونص في حرب خارج المستطيل الاخضر. بس هو كابتن برضو, واتمنى برضو اسمع منك يا كابتن ماهر, لانه النهارده اخطاء كثيره جدا في مباراه الزمالك وسيراميكا. على انا بتكلم على الاول في اول 10 دقائق ربع ساعه اللي شافهم الواحد في مباراه المحله والاسماعيلي, في مباراه البنك والمقاولين. الحقيقه كل المباريات يا كابتن عادل يا كابتن ماهر فيها اخطاء, واخطاء يعني فجه اخطاء تخليك تبقى قاعد يا جماعه. طب ده انا شايفها والكابتن عادل شايفها والكابتن عادل قاعد في بيته وحضرتك قاعد في بيتك وانا قاعد واحنا بنكلم بعض, قلت له يا راي واحد المحله ما فيها كذا, راي واحد يعني, وحضراتكم يعني لا لا انا قد كده, لكن حضراتكم بتتكلموا في الكوره بنشوف من كام سنه. طب ايه يا جماعه ده؟ يعني كل خبراء الكوره بيبقوا مجموعين على حاجه, الحكام يا كابتن بيبقوا في حته ثانيه غريبه جدا. اسمع منك يا كابتن. بص اسلام, خد بالك احنا بقالنا اكتر من 3 سنين كده, والوحيد اللي انا بقول عليه اتفضل الوحيد اللي متضرر هو النادي الاهلي. احنا ضياع الدوري 15 بونت من اخطاء التحكيم السنه اللي فاتت وعلني قدام يعني مسمع ومرأة الناس كلها. والمنافس خد كام بالظبط؟ وساعدت كمان بونت. المنافس ان هو يقدر ان هو يعني ياخد منطش من حقه. ايوه, فعايز اقول لك حاجه يا اسلام. الاخطاء دي موجوده من ايام الكابتن الشاذلي في الستينات وايامنا احنا في السبعينات, وما زالت موجوده في العصر الحالي يعني. ايوه, ويمكن احنا كنا نادينا قبل كده كابتن عادل, قلنا احنا محتاجين نبقى زي الدول اللي حوالينا المتقدمه زي السعوديه والامارات وقطر, ان عندها لجنه حكام اجانب جايه بتخطط للكره القطريه, تخطط للكره السعوديه, تخطط للكره الاماراتيه. ايه المانع ان احنا نبقى زي الناس دي؟ فالنهارده يعني شايف في اتجاه ان هيجي حكم يا كابتن يقدر يخطط لنا خلال الفتره اللي جايه, ونتعلم منه يا اسلام, مش عيب نتعلم منه. هو يعني جاي بكره, بيقول هو يعني جاي بكره للتفاوض. قلت مع حضرتك من 4 سنين ايام ما كنا بنحل زمان, قلت لك الحل التحكيم بتاعنا خبير اجنبي. احنا قلنا الكلام ده على فكره من زمان قوي, ما كانش حد بيتكلم في الموضوع ده. ما كانش حد لسه فتح, لانه الراجل ده اولا بيجي بس مقاومه شديده جدا الحقيقه. مقاومه من مين؟ من 3-4 حكام. وبعدين يعني انت ما بتقاومش ليه للمدير الفني للفريق الاول للمنتخب؟ ما بتقاومش ليه؟ انت بتقاوم لان هم بيستفيدوا. رئيس لجنه حكام في نادي اتظلم, فطلع على الهوا بيقول ده انا اتصل بيا رئيس النادي فلان الفلاني. الله, وانت المفروض رئيس النادي يكلمك؟ ما
ده انت قاضي، في حد بيكلم قاضي ملعب، في حد بيكلم قاضي ملعب وتطلع على الهوا بتقول ان رئيس النادي الفلاني بيتصل بيا بيقول انه اتظلم. انا الخواجه ده حد او اي خواجه او اي واحد اجنبي او اي اسم هيجي يحكم في رئيس نادي هيتصل بيه يقول له انت جبت لي ما اعرفوش. وبعدين الحكام محتاجه صف غير في المرحله الاولانيه. أيوة. المرحله الاولانيه الناس اللي بيحكموا بقى لهم 7-8 سنين كفايه كده، لان اخطائهم بقت فجه وكثيره جدا وبيتاثروا، ومش بيتاثروا بس وبيتوجهوا كمان. كابتن انت في حكمين مصريين راحوا وصلوا الوداد ونهضه بركان ده للبطوله وده للماتش الفاينل. الفاول العجيب اللي اتحسب البنالتي اللي بتاع البنالتي بتاعت الوداد، بتاع ضد الوداد ده كان، وبعدين طرد الجول، وبعدين الثاني برضه ضرب جزاء ملهاش اي معنى اظن عاشور في ماتش البركان. فانت الناس دول الراجل الخواجه لما يجي بيقيم الناس دي من خلال شرايط وبعدين بيعمل صف. الحكم ده المفروض يبقى فيه شخصيه قويه جدا. وبعدين راجل ما لا يتاثر بالضغوط. راجل على ثقافه عاليه جدا. أيوه. بيتعلم الانجليزيه، لياقه بدنيه على اعلى مستوى. مش انا جامل، مش هجاملك، اذا انت ما عملتليش التست اللي بيتعمل اللياقه البدنيه بتاعتك قد ايه، وفي اختبارات نفسيه أوكي. في الحكام طبعا برضه بتتعمل. فكل الامور ديت طبعا هتبقى تحت المنظار. وبعدين برضه لازم الناس تبقى عارفه كل رئيس لجنة حكام بيجي كابتن بيبقى وراه مجموعة من الحكام أصدقاء. فلو في مثلا 3-4 رؤوس كبار كل واحد معاه مجموعة أوكي. شلة يعني، فكل واحد يجي يبقى معاه الشلة، معاه الشلة بتاعته، وهم عارفين كده. الكلام أنا بقوله مش بزم في حد والله، بس هو كل واحد بيجي على الهوا بالمجموعة بتاعته، هم عارفين الكلام ده. واحنا انا بنشتغل في التحكيم من في التدريب من السبعينات، فانا عارف الكلام ده كويس وهم عارفين الكلام. وانا عندي ولاد عندي كانوا لعيبه، ودلوقتي اللي مسك رئيس لجنه الحكام واللي يعني دول كانوا عندي لعيبه، فانا عارف اللي بيجرى في الموضوع ده. الراجل الخبير الاجنبي ده اللي هيجي رجاء ما حدش هيقدر يهوب ناحيته، واعتقد ان المجلس هيبقى مقتنع 1000000% ان الراجل اللي جاي هيدوله كامل الصلاحيات انه يشتغل من الجدر. وبعدين بيتقال عليه سمسار حكام، مش سمسار حكام هو ده، هو في بعض ماتشات بيروح جايب لك الطقم من بره، كل الحكام بتقعد تتفرج على الراجل ده وبتقيمه زي ما انت كده بتروح تبعت ابنك في مدرسه او مدرب عندك بتبعته البرازيل يعرف اسس التدريب والحاجات اللي فيها تطور. الراجل ده بيعمل كده، فبيجيب اطقم من العالم كله علشان الجمهور وعشان الاداريين وعشان الحكام يتعلموا او يشوفوا الراجل ده بيتحرك ازاي، بيشتغل ازاي، قراراته ايه. ده شفنا الحكم يا كابتن، ودي هختم بيها، شفنا الحكم الاسباني اللي جه مباراه الاهلي والزمالك لما عواد وقع بيضيع وقت عمل معاه ايه؟ اداله انذار. راح عمل له ايه؟ قال له قوم. لو حكم تاني كان هيعمل ايه؟ هينده للجهاز ويطلع وضيع الوقت. انما هو كلاعب كوره وكراجل عارف اللي بيحصل في الملعب راح عمل له ايه؟ قال له قوم. قال له قوم وراح مديله ضهره ومشي. ايه اللي حصل؟ قام على طول. الحاجه الثانيه الكوره اللي صلاح محسن الجول اللي جه راح رجع للفار اللامان جري شافها جول. طيب وهو الحكم عمل ايه؟ جري على جول على طول، مشاور جول ما خدش بقى دخلت ولا ما دخلتش. ناس مصحصحه، دخلنا في الديبيت ده صحيح، صح، مصحصحه ومركزه طيب وبتتقن مهنتها. بكره كابتن ماهر الاهلي هيلعب مباراه صعبه زي ما قلنا، شفت او هتشوف من وجهه نظرك كابتن سامي يعمل ايه؟ بص يا اسلام، يعني سامي لما تولى المهمه تحس كده ان في ثقه بصراحه في سامي بشكل كبير، يعني أوكي. استفاد من مستر موسيماني، ودي طبيعه سامي الهدوء. بقاله فترة كمان بقاله فترة قبل كابتن، وبعدين كمان يعني سامي كان صعد حرس الحدود، يعني قبل كده كان عامل انجاز مع حرس الحدود بتصعيده للدوري الممتاز. صح. سامي تحس كده ان في عودة الروح مرة تانية يا اسلام، تحس ان اللعيبة حتة الحركة والنشاط والإصرار والعزيمة، وده احنا شفناه يمكن في مباراة المحلة،
والدقائق الاخيره اللي احنا مشهورين بيها يعني يعني تملي لما لما الحكم يرفع في الدقيقه 90 وقت بدل ضايع اربع دقائق وخمس دقائق كل الاهلاويه يقول لك ايه الاهلي هيجيب جول الاهلي هيكسب فدي برضك من ضمن الدوافع الجميله اللي موجوده في اللعيبه في مرحله سامي. الحاجه الثانيه الايجابيه اللي موجوده ايوه تحس ان في انتشار في الملعب من ناحيه اللعيبه يعني من الطول وبالعرض تقارب الخطوط الثلاثه ما كانتش موجوده ايام مستر موسيماني وانت بتدافع خطوطك الثلاثه في ال 30 يارده قريبين من بعض في نص ملعبك وبعدين في حته الاستخلاص والاستحواذ تحس ان اللعيبه بتطلع بكوره في 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 جمله بتتنفذ من على الاطراف في جمله بتتنفذ من ورا يا اسلام جميله جدا رامي بيعملها في المساحه الفاضيه في مباراه الزمالك بصراحه ضربنا بيها اكتر من مره بتتعمل مره لعلي معلول بتتعمل مره لطاهر طاهر من ناحيه اليمين تتعمل لحسين الشحات في حاجه بتتعمل مع سامي بشكل كبير هذه حاجه من ضمن الحاجات اللي فيها ثقه كره طويله وبعدين خطا طبعا من مدافع الزمالك الزمالك طبعا عبد الغني توقع كبير من شريف وحس المهاجم عملها ببطن رجله بشكل كبير دي نفس اللعبه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي الحاجات اللي فعلا سامي قدر يركز عليها يا اسلام بشكل كبير جدا من بدايه المباراه أوكي. الحاجه الثانيه كمان الضغط من بدايه المباراه ما كناش بنضغط على الخصم وكنا نتمنى نطلع في سيرات التحليه نقول نستنى لازم شوية. ربع ساعه صح. نضغط فيه عشان نقدر نجيب جول من خلال الجول ده نقدر نفتح اللعب ونقدر ناخد ثقه والجهاز الفني واللعيبه برضك سامي من ضمن الحاجات اللي بيعمل الكلام دي الكلام ده بشكل جيد الحاجه الثانيه كمان يا اسلام حته التصويبات اللي من خارج ال 18 النهارده يانج بيصوب السوليه بيصوب حمدي فتحي بيصوب يعني بدانا كمان موضوع التصويبات اللي احنا يمكن كنا يعني مقللين من ناحيته او ما بنوصلش صح. في بعض المباريات دي ودي كانت مهاره من ضمن المهارات اللي نقدر نكسب بيها في المباريات بالشكل ده ايوه الحاجه الثالثه كمان الكور الثابته اسلام الكور الثابته دلوقتي بينا نقدر بنهدف من خلالها يعني لو جيم مقفول ذكرنا مثلا المباراه اللي فاتت اتلعبت طاهر حطها بدماغه دي حاجه من ضمن الحاجات برضك اللي تحسب لسامي الكرات الثابته الحاجات الثابته التغييرات يا اسلام اللي كانت أيوة. مع مستر موسيماني اللي كانت متاخره بشكل كبير جدا أوكي. جدا ودايما اخر خمس دقائق بتحذروا من اخر ست دقائق اخر سبع دقائق ويا عيني اللعيبه كانت بتتظلم صراحه صح. يعني انه بينزل ما بيلحقش يلمسها فالنهارده سامي بيختار التوقيت الصح بيدي اللعيبه توقيته كويس جدا جدا بيدي مساحه كبيره أوكي. جدا للعيب واللعيب بياخد مساحه كويسه قوي بيقدر من خلالها يثبت نفسه بيقول لسامي انا يعني قادر ان انا اكون من ضمن اللعيبه المميزه او ابدا المباراه من خلال المباراه اللي جايه اخر حاجه طبعا اشراك الناشئ ودي مهمه جدا يا اسلام النهارده بدا بكوكا من بدايه المباراه وبعدين حصل تغيير كوكا رجع وحيد لما اتصاب طلع ونزل طلع رجع كوكا صح. وبعدين نزل زياد يعني زياد دي كمان نفس اللعبه بس في ايستن كامباني يا كابتن الحبيب بالظبط اتفضل عايز اقول لك اسلام المباراه اللي فاتت كنت اتفرج في اهلي مدينه نصر أوكي. والله ثلاثه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي مع الولاد الصغيرين مع كل لعبه بيسقفوا طبعا مع كل لعبه هم خريجي مدينه نصر مع حقيقي والله حاجه تفرح يعني طبعا خريجي النادي الاهلي يعني بالزبط. ولكن بالظبط طيب. في عاطفه كبيره جدا جدا كمان مع النشئ طبعا في اشراكهم وده بيرجع برضه انت بتصرف فلوس كتير قوي يا كابتن ان انت بتجيب لعيبه كتير ما انت عندك اهو يا جماعه بالزبط. عندنا كوكا اهو بسم الله ما شاء الله زياد طارق قد يكون ان محتاجين شويه احمد عبد القادر طلع لك عمار حمدي لما يرجع بالسلامه اشرف العدكه كمان مواليد 2001 حاجه جميله مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي تقدر تعتمد عليهم في الفتره اللي جايه لانها فتره مهمه جدا وصعبه جدا يا كابتن عادل لكن عايز اسال حضرتك برضه يا كابتن عادل لانه انا عندي ست لاعبين من المفترض ان هم كانوا بيلعبوا بصفه دوريه او دائمه خلال الفتره السابقه ما لعبوش بقى لهم ماتشين او ماتش راجعين تعمل ايه كمدير فني يعني اقصد ان هتلاعب ستة ولا هتلاعب واحد هتلاعب اتنين تلاتة تلاتة حسب مش عارف في بعض مراكز عليها جهد كبير جدا واخشى ان بكره لانه السولية انا عارف رقم واحد بالنسبه لك طبعا السولية محتاج يلعب الشوط الثاني مثلا ما يبداش او يبدا ويبقى في حمدي مكانه انما في بعض من اللعيبه السته اللي موجودين في اصابات كانت اصابات مش جامده مش ضمه
اجهاد خفيف في العضله زي حمدي، علي معلول كان برضو شد خفيف، فالاصابات اللي زي دي واتعمل التاهيل يعني كويس لازم ابدا بيها. اوكي، لان انا بعد كده عندي بتروجيت ممكن قبل نهائي كاس مصر، قبل النهائي ممكن في الماتش ده برضو يبقى عندي عمليه التدوير هتبقى مفيده جدا في الفتره ديت. فممكن جدا ما ابداش بالسته، لكن على الاقل اننا في اربعه يكونوا موجودين في الاماكن اللي فيها نوع من الاجهاد عندي. في اماكن عندي ما فيهاش اجهاد، يعني صلاح محسن مش مجهد، حسام حسن ما فيش اجهاد، شريف ما فيش اجهاد، طاهر ما فيش اجهاد. فدول دي عناصر انما حسين الشحات ممكن استنى عليه شويه، فاهم ازاي؟ انما علي معلول ممكن هو اذا هو سليم 100% وعنده الطاقه ممكن ياخد، ايمن اشرف سليم و100% ممكن جدا يبقى على الدكه وممكن يلعب الشوط الثاني، لان ياسر الحقيقه كان مجهد جدا الماتش اللي فات، واعتقد ان هو اكثر من مره، وكان السمانة عنده شد، عمليه الاستشفاء اتعمل مباريات رائعه الفتره اللي فاتت دي، هو ورامي الماتش اللي فات 10 على 10. أوكي. انا بس كنت زعلان شويه من محمد مجدي، لانه محمد مجدي أفشى يعني في اكثر من كوره بالبلدي او بلغتنا بالكوره بيتدلع شويه، هو عامل الجونين بيتدلع، بس بيتدلع يا كابتن، هو عامل الجونين بس يعني طبعا ممكن يكون، لكن انا بقول في الاخر يعني ما انت مطلوب مني ان انا اعمل اكتر من جونين يعني في ماتش زي بيراميدز، ما لما ربنا لما ربنا بيسترها معاك. أوكي. لما ربنا يسترها، انا النتيجه لسه 1-0 طبعا شوط طبعاً. اول ربع ساعه، وبعدين حتى سامي كلم معاه كره جايه له بيعملها كده بالكعب، توقيت غريب جدا. وده ماتش كاس. أوكي. في خروج، في جمهور في البيوت، وفي جمهور على القهاوي، في جمهور في كل حته اهلاويه، بيبقى في نوع برضه. سامي كلمه اكتر من مره، اللي انا الرساله اللي بحب ان انا اوصلها لمجدي، انت راجل الناس كلها بتحبك، ولازم تعرف ان النادي الاهلي نادي كبير قوي، وفي لعيبه كتير قوي ونجوم كبار قوي، كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب، صح، كابتن ابو تريكه، هل حد منهم كان بينزل ملعب علشان يعني يمتع نفسه؟ لا، تمتع مع زمايلك. يبقى انت بتعمل الباصه، وبعدين بتعمل الجهد البدني القوي، وبتعمل الواجب الدفاعي بتاعك. انت ما بتاديش الواجب الدفاعي بتاعك خالص. نعم. لا، فدي برضو رساله بامانه وبحب، بامانه وبحب بقولها له كراجل ابن من ولادي، بقول له انت لازم تأدي الواجب الدفاعي بقوه وبشراسة، وبعدين الكرة اللي تجيلك بتتحسب. برضو في كرة جت على 18 في ماتش غزل المحلة، كورتين بيتحطوا فوق العارضة، والنتيجة كانت لسه 1-1 أو. فطبعا كل الحاجات دي أنا بتمنى أنها بإذن الله تعالى تبقى موجودة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى التوفيق يكون حليفنا بكرة إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تعالى. سموحة كابتن ماهر بقى، خلينا ننتقل لسموحة شوية. سموحة من الفرق المميزة، بيعتمد دائما على التكتل الدفاعي، وخصوصا امام النادي الاهلي هيعتمد على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده، وعنده او يملك مجموعه هجوميه جيده جدا، ويمتلك السرعه اللازمه اللي تخليهم يروحوا. كيف يمكن ايقاف الناحيه الهجوميه او الهجمه المرتده بتاعت نادي سموحه؟ زي ما بدا سامي الماتش اللي فات يا اسلام، لما بياخد الكوره، بس كابتن السنه الماتش اللي فات تحديدا، يمكن هو كابتن عادل قال ان وجهه نظر ان هو بيقفل كويس وبتاع، لكن برضو الناس شايفه ان الماتش اللي فات انا مش الاهلي ما دافعش بالشكل ده. ايه راي حضرتك برضو؟ عايز اعرف. يعني هو بس قرب الثلاث خطوط من بعض محتاج. أيوة. محتاج بقى الجانب الدفاعي يبقى يعني مضمون عن كده. دي حته الدفاعي ولا الهجومي؟ الدفاعي الاول، على دفاع الاهلي. دافع الاول صح، اوكي، وخطوطي تبقى قريبه من بعض صح، والسحوه صح. في الحاله دي اقدر اقطع بالهجمه المنظمه، واقدر اقطع بالكونتر اتاك، ابقى حماس الخطوره بشكل كبير جدا على سموحه، لان احنا عندنا كمان يا اسلام في حته التلت الهجومي عندنا من السرعات، يعني عندنا طاهر سرعات، عندنا شريف سرعات، لو شفنا الهدفين اللي احنا جبناه، عندنا حسام حسن عنده سرعات، حسام حسن عنده سرعات في خلق المساحه، يقدر بين الباك وقلب الدفاع. قفشه عنده من الرؤيه، وعنده من التمرير الطولي او البيني
بيعمله بشكل ايجابي. اوكي. طبعا سموحه كمان اكيد بتستوعب، عارفه النادي الاهلي يعني في مرحله انتقاليه. نعم. واكيد باسيوني يهمه جدا ان هو يقفل الجيم. وعامل معاهم نتائج جيده الحقيقه. اه بصراحه يعني هو بينتقل من مباراه لمباراه مع سموحه بشكل جيد، هو عارف ان مباراه الاهلي صعب جدا، وعارف اللي بيفتح خطوطه على الاهلي بيتضر بشكل كبير. فالنهارده باسيوني يقول لك لا انا مش عايز اغامر على النادي الاهلي. عندي من اللعيبه عندها وادي، عندها من السرعات، وفراوده بتلعب بدماغها بشكل جيد، وعندي مساحات اقدر استغلها، لكن بحرص. فالمدرب الذكي مع النادي الاهلي بيقسم مباراته اسلام لمراحل. ربع ساعة ممكن يكون فيها تنظيم دفاعي على أعلى مستوى، بعد كده ممكن يكون في استحواذ مع كونتر أتاك. المهم ما يجيش فيه في الأول، لأن هو عارف أن النادي الأهلي في أول ربع ساعة تلت ساعة أكيد سامي هيطلب من لعيبة النادي الأهلي الضغط من قدام عشان نقدر نجيب هدف يفتح لنا الجيم. فأنا شايف مباراة هتبقى من المباريات الصعبة، وزي ما أنت قلت يا إسلام ان كل الناس مركزه مع النادي الاهلي. يعني جل زيادة. انت ذكرت حته الجل وحته انه الحقيقه انا كده كان بيتكلم برضه، يقول لك هياكل الشورت وهياكل الفانيلا هينام بدري في تغذيه. انا يمكن عشان عنده مشاكل اخرى فبقول لحضرتك انه كلنا بنعمل كده. طبعا كلنا طبعا. يعني وكمان حتى الدوافع النفسيه، انت مش لازم مش مطلوب منك ان انت تشحن لعيبتك زياده عن اللزوم، لان هم اصلا مشحونين زياده عن اللزوم. أوكي. فطبعا انا شايف ان مباراه سموحه من المباريات اللي فيها تكتيك عالي جدا عالي بالنسبه للاثنين المدربين. ان شاء الله باذن الله سامي يتفوق على باسيوني من حته التكتيك، يتفوق عليه من حته ترابط الخطوط. يتفوق عليه من حته كونتر اتاك، يتفوق عليه من حته احراز الاهداف ان شاء الله. كابتن عادل، المباراه صعبه او كل حاجه، ولكن في النهايه انت النادي الاهلي عندك 6 لاعبين راجعين من الاصابه، لكن حضرتك لفت نظري لقصه ان برضو المدير الفني له رؤيه مختلفه، يعني ان انت بتباصص حتى لبتروجيت بعد كده، ان انا ممكن العب النهارده عشان اريح بتروجيت. هيبقى عندي عمليه التدوير هتبقى متاحه. أوكي. يعني النهارده مثلا، بكره حسين الشحات انا ما بلعبوش بكره، ممكن العبه في ماتش بتروجيت، اديله الماتش من بدايته. اي حد تاني اصابته يعني كانت كبيره والحمد لله رجع، ممكن جدا ان هو ادفع بيه في ماتش بتروجيت، لكن على الاقل يبقى في 4 من الاساسيين، خاصه في نص الملعب، حمدي فتحي، اذا كان ايمن اشرف، لان ياسر الماتش اللي فات كان مجهد جدا. تكمل الكلام كابتن ماهر، فريق سموحه بيلعب على المرتده زي ما حضرتك تفضلت. لما بيبداوا الهجمه من تحت اذا ما عليهوش ضغط بيلعب كور طويله لمروان محسن. بيلعب كور طويله لرمضان وهو بيطلع بياخدك على صدره كويس بيحضن عليه. اللي هيبقى على الرقابه عليه، لان انت لو مسكت الوالي ومروان الماتش بالنسبه لك هيبقى في منتهى السهوله. فانت أوكي. عمليه الضغط من البدايه بحيث ان هو ما يبداش من تحت. أوكي. وعلى فكره فريق سموحه بيلعب بنفس الـ الاداء اللي كان محفظه لهم احمد سامي، يعني حتى الان يعني عبد الحميد باسيوني احترمنا، يعني هو مستمر في نفس الاداء. انا مش هلعب في طريقه اللعب. ذكاء طبعا. قال لك اول ما جاء حتى قال لهم انا هلعب بنفس الشكل ونفس اللعيبه ونفس اللعيبه ونفس الاداء، انا مش هغير، الفرقه كانت ناجحه وانا ناجح. هو بس الماتش الاخراني مع الطلائع تعادلوا في الاخر خالص 3-3، طبعا مريحين بقى لهم فتره. الوادي لو برضو لانه بيراوغ، وبعدين برضو في حته ولادنا اللي هيبقى باك رايت او اللي هيبقى مساك مع مروان، الراجل ده دايما بياخد القرار وعكسه، يعني يعمل انه هيشوط وما يشوطش يروح مرقص، يعمل انه هيرقص ويروح شايط. فانا اتعامل معاه بعقليه المهاجم. صح. انا مدافع شوية. انا مدافع هتعامل معاه اللي هي بتبقى اصبر شويه يا كابتن يعني، ولا بتبقى اوكي اتعامل معاه بعقليه المهاجم. انت هتشوط، طب انت المساحه اللي هتشوط فيها مسموح بيها ان يعني الزاويه مفتوحه، فانا بعقليته وانا دارسه طبعا، لان انا في الفتره دي في المعسكر وقبل كده لعبت ضده. فحته التمويه ان انا
هرقص وبعدين اقف وبعدين اشوط والحاجات دي، لازم ابقى دارس الراجل ده، بحيث ان انا العنصرين دول انا لو يعني مسكتهم بشكل جيد وقفلت عليهم مساحات، ما اعتقدش ان يبقى في خطوره تانية من اي حد تاني، لان مروان هو الخطوره، هو الهداف بتاعهم، واللي بيلعب من تحت باستمرار عبد الرحيم الوادي اظني هو ده اللاعب الليبي اعتقد او مغربي، اعتقد مغربي كبير الوادي هو مغربي، فهو الولدين دول هم دايما عاملين الخطوره. اللي بيعمل محطه حسين فيصل، يعني لعيب مراوغ اللي كان كروش كان اخده في المنتخب، ده ممكن بيبقى محطه لكن ما عندوش سرعات، لكن عنده المهاره، لكن ان شاء الله ماتش الولاد بتوعنا يبقى مستصعبين المباراه من بدايتها وحارسين جدا. نعم. من اول دقيقه الروح القتاليه مش لازم تبقى في الدقيقه 90، مش لازم اوصل للدقيقه 90 عشان الروح القتاليه تبقى موجوده، لا عايزينها من اول دقيقه. عموما هي مباراه صعبه، نتمنى فيها يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل، شرفت ونورت. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر، شكرا كابتن، شرفت ونورت. ان شاء الله بعد قليل الحقيقه اعتقد ان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي انتهى، نشوف ايه اللي حصل في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل محمد جمال وايمن جلبرتو ونشوف ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي.